ضيفتنا اليوم هي فنانة شاملة كاملة، نحبها برشا برشا، متكاملة ما شاء الله عليها، صوت، حضور، كاريزما. هي دينا بال كانت طول شوية طولك شوية بركة، ديجا راكم سمعتوا صويتها. هي أسماء بن أحمد، أهلا وسهلا. بونجور يا أسومة، سافا سافا، محلي كلك دي زونت بوزيتيف. عايشك رغم التعب والله. لطف عليك، أما كي شفتكم هكا تفرهت، توحشني برشا وتوحشتك أميمة. والله حتى أنا خرجت وأمينة زادت، كلنا أمينة أميمة أمينة، باش تدخل بعضك حسن. فوالا دونك تحية الزال يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله نهاركم زين. اليوم طقس محلي محلي محلي، ربيعي مش ربيعي بنتي، صيفي والله. بالسخان حاجه حلوه برشا، كبروفيتي ويكاند، مردوا بالكم على ارواحكم. السومه بتيت علينا من الصيف، واحنا نقولوا اسمها تتهبط، اسمها تتخرج جديد، اسمها ما تظهرش برشا، قليله الحضور. ينجم يضرك هذا اسمى شويه، معناها كي تبطى برشا على الببليك وعلى الناس اللي تحبك وتحب سورتو نوعيه الصوت نتاعك، كل حنين هكا يرتاح. عايشك ساعه. اي هي بيريود صعيبه، تعديت العام معناتها من الكوفيد للي جاي، خديت فيها هكا معش كيفي، معش عندي كيف، معناها قعدت نخدم في الدار، معناتها نخدم في موزيكا، جو شيخش نعملوا في حاجات وكل، اما كل ما يجي باساج ولا حاجه ما حسيتش روحي عيني الحقيقه هكا. ساعات يجيو دي بيريود راهو الفنان باهي، ساعات ما تكثرش، يفو دوزي وتخدم اون ميم طون، مشكله تمشي تعمل اوت معناها جمله، لا ماذا بيك حتى كان تغيب، معناتها تخمم في استراتيجية، تخدم موزيكا حاجات. انا عملت كيكا وان ميم طون خممت، قعدت نخمم وين ماشيه، شنو باش نعمل. ما تحبش تحضر اسماء في لي بلاتو تيلي مثلا ولا راديو، انت ما عندك شيء في يدك جديد. اي ماذا بيا، ماذا بيا انا تجعم عليا، معناتها مش ديما مش من الناس اللي ديما كي تكلمني تلقاني. انت تعرف او ماي نعرف اللي تلقاني ياسر مستعده، ولا خاطر بالنسبه لي انا ما ناخذهاش هكيكا، معناتها كل ديتاي باش نظهر فيه مهم، من اللبسه لشنو باش نحكي لشنو باش نجاوب، فريمون بوكو ديتاي. معناتها تقعد تخمم في هذا، تخمم في الباساج وتقول شنو باش نحكي شنو باش نقول. تخاف دونك من ردة فعل الببليك؟ بيان سور، اي بيان سور، ملي ومن روحي زاده، من وين خاطر توا اون فيت اميمه مودي، ما هي فترات الفنان، معناتها المرحله اللي انا فيها توا ماهيش نتاع ظهور برشا كهو، خاطر زايد جو تخوف ساعات الفنان يخلط يعمل قاعده معينه ولا يخلط يعمل اسم معين اللي الظهور ما عادش باش يزيدوا، مي لا كاليتي نتاع الظهور شنو باش تعمل فك الظهور هذاك، وغادي نولي نخاف هذاك، علي نولي نقول بالحق ايفو ميو ساعات ما نظهرش خير من اللي نظهر وكيكا، معناتها كاني انا بيرسو نتعدى. توا ولي ولي اسمع حتى باش نكمل فيها، توا ولا اللي يحب يعمل بوز، اللي يحب يجي بحكايه هكا شخصيه. صح عليهم، صح عليهم. ليه انت فنانه مش نتاع بوز، عمرك باش تطيح في البوز. الحقيقه انا قلت لك اللي نجم سي دي استراتيجي، راهو بحر كبير الكوم والستار سيستم ودرا شنو. انا باقي في الفن مانيش ياسر غادي، وجمدي صح علي، راهو فما بوز ساعات مش في مش نحكي على البوز معناتها تشيب شويه ولا اما فما بوز زاد يجي ساعات بالموسيقى، يجيب ان كو هكا، مي باقي في الفن اللي نجم يقدو صح علي، جو سوي با كونتر، مي انا تيلمون سبونتاني وتيلمون الحاجات الكل نعيشهم معناتها نحسهم، دونك بوغ لو مومون صعيب عليا هذاك، بوتيتر تن تترين علي. تترين منيمه، اغنيه منيمه حلوه برشا، اغنيه هبطت في عيد الحب. قلت بالنسبه ليك تحدي انك تعمل منيمه، خاصه في وقت يمكن استسهلوا فيه النجاح، علاش قلت تحدي؟ هو اي تحدي ومغامره شويه، على خاطر حسيتها انا ملي نخدموا فيها حسيناها اغنيه كي تسمعها تحس اللي هي بعيده شويه على اللي توا قاعدين نسمعوا فيه، لا سونوريتي اللي موجوده في الساحه عموما من الاغاني اللي قاعده تهبط. دونك عندنا برشا ما سمعناش ان ستيل هكا في الرومانتيزم هذاك، في الكتابه نتاعها، حتى في الشعر، في الموضوع، طريقه الوصف والتعبير، الموزيكا، حتى الالات بيدهم راهو الغنيه فيها تخواز انسترومون. معناتها الي ان اوتر ستيل، فهمت؟ ان اوتر ستيل اللي ديما اي فنان راهو كي باش يعمل، سورتو انا معناتها النجاحات اللي عملتهم قبل في حاجه اخرى جمله، دونك هذاك علاش لميت المعطيات هذوما الكل، سوا باللي عملته انا سوا باللي يعملوا فيه الناس، وحسيت اللي هي كوميم حاجه جديده، دونك فوالا. تحدي على خاطر يمكن توا الموزيكا اللي ضاربه هي الريتمي،
الراب تلقى برشا دي فيتورينغ ما بين فنانين وتريين ودي رابور. موزيكا يمكن تحكي شويه على مشاكل اجتماعيه نشوفوا فيهم، يحكيوا على الامه، على الحرقه، على الفقر. ما لي اسمع قالت لي نحب نغني على الحب. اي مازال موجود هو الحب باش يغنيوا عليه، مازال وديما باش يقعد موجود يا اميمه. ومن غير حب ما نجموش نعيشوا الكلنا، ويكذب عليك اللي يقول لك وعايش اقوى مشكله في حياته وما عنده حتى فرنك ويحب يحرق ويقابل ميله الطفله اللي تعمل له هكا وقلبه يعمل هكا ويجي يحكي معايا. نجم يعيش، نجم تعيش انت بلاش حب، انت عروسه هكا. لا ما نجمش نعيش غير حب، انا ديجا نحبك حب حتى بيني وبينك وبين العباد الكل نحكيوش. انا راني خصصت اما كي مش تعمم الوغ لا بالحق ما نجموش نعيشوا من غير محبه. دونك انا بالعكس نشوف ديما من واجبي، خاطر انا جو لو فوايي ملي انا صغيره راه، وملي سامحني ملي بديت في الدومين هذا نحس اللي انا سي ما ميسيون بارمي لي ميسيون اللي عندي اني نقعد نغني على الحب مهما صار ومهما كان. راضي عليها مديمة؟ قاعدة تعمل في ردود فعل باهية، الناس تسمع فيها، نجحت بالنسبة ليك؟ مازلت بشوية مديمة من نوعية الغنيات اللي يلزمها شوية وقت، سورتو كو أنا راني ميم با عملت لها لا كليب لا سبونسوريزاسيون ولا كليب لا حتى شيء. أسمع لي كل مرة كأمين جايكم بعد جاية كأمين كبول هذيك أي بول بول بربي كيفاش كان الجو في قلب الذيب و... والله طيارة مانيفيك بارح بركة تحية للجيلاني جهاد قابلت أنا وياه بالصدفة جهاد الشيرني الحيو محلي 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 جهاد ومحليهم الكل سيتي كلهم دي بارتنير طيارة. علاش ما تعاودتش التجربة السنة في التمثيل؟ بورتون نجحت أسماء معناها برشا قالوا أسماء ما شاء الله عليها في التمثيل عتيد، فما إحساس فما روح فما الممثلة كانت موجودة في داخلك، موهبة التمثيل موجودة. أي علاش؟ أي الحمد لله معناها مش باش نقول لي أنا ممثلة بيان سور مازلت أبعد برشا من الكلمة هذيك، أما فما الـ فما الـ فما الـ الروح معناتها فما الإحساس اللي هو عندي أنا معناها ما اصطنعتوش مديته من داخل معناها بقى ما نعرفش ما نجمش نجاوبك ما عيطوش لأسماء؟ لا لا جي با او دو بروبوزيسيون الحق. بينك وبينك بينك وبين روحك والله انا استنيتها تصدق ما استنيتش خاطر نعرف مش خاطر جو سي معناتها معناتها فما ممثلات اليوم طياره وفما ممثلين مش خالطين ما عندهمش معناتها دي بروبوزيسيون. فما في مصر تلقاها تغني وتمثل أسماء شنو المشكل؟ لا نحكي لك اي نحكي لك معناتها حتى يتزازاو انا جو دي ساعات العباد انا فما ممثلات نعرفهم باهين برشا وما عندهمش ادوار دونك جو دي مش بالضروره كل عام زيد انا في الاخر جو سويش معناتها مغنيه لو بروفيل هذاك شانتوز اكتريس ينجم مش العباد الكل او مش المخرجين الكل يفيقوا به والا يعجبهم فهمت يلزموا رؤيه ولا كتابه خاصه بوتيتر. الرؤيه دي كانت موجوده عند بسام الحمراوي. اي بسام محلي نحييه برشا برشا بسام ملي عملنا بسام مخاوله زيده وعلي الشاكي ديما فما الناس نحب ديما نذكرهم خاطر هما اللي كانوا السبب باش انا نكون غادي معناتها من الكاستينغ من اول ما مشيت هو سيتي با ان كاستينغ سيتي عطاني شويه من البيرسوناج وهكا وقلتو كهو قال لي سي بون معناتها ونجحت فيه. أسماء الحقيقه دورك كان مزيان عطيت فيه نتصور علاش ليه المخرجين ينجموا يشوفوا أسماء بن احمد في ادوار اخرى تخرج يمكن من جبه الفنانه يمكن عيط لك بسام خاطر اللي الدور لازم تكون فنانه عندها صوت مزيان واحساس وهي تغني ومن طون فما من موهبه تنجم تمثل خاطر ما حبوش يعملوها بالعكس اون فيت هو بسام كان ينجم ما يغامرش غامر معايا زاد هو يتسمى كان ينجم يجيب ممثله حاضره ويحطوا لها صوت وحده تغني والا ممثله حاضره وتغني شويه موجود زاد البروفيل هذاك لكن هو حب انه هي تكون مغنيه تغني مليح خاطر فيه شان المسلسل او ميم طون عندها استعداد باش تمثل. انسالي الفنانات اللي ماهمش لاقين حظهم في المسلسل. الموسيقى هذايا يا اختي ما هذاك الجو باش نحطوك في الاطار خفتين تو هكا اسمع راهي دوس برشا نحيي لها نحيي لها عايز حبيت تفجع اسمع نحيي لي هكا قلبك نعرفه كبير وتحب فنانات يمثلوا كل تحلت الشاهية متاع التمثيل تقول لازمني نعمل يمكن ندخل أتولي متاع تياتر تزيد تنمي الموهبة هذه أكثر. إيجا نقول لك أميمة أنا ملي صغيرة وراني نحب نعمل تياتر
معناتها ماهيش خاطر عملت في قلب الذيب ولا تحلت، عمرها ما تحلت لي الشهية أنا على التمثيل. التمثيل كان وسيكون هواية بالنسبة لي أنا ديما ملي صغيرة راني باسيوني، ريت كيما كنت نغني برشا. ذيك مش ملي صغيرة، ذيك ملي تولدت وأنا نزنزن معناها. أما التمثيل ملي 7 ans 8 ans راني مع الغناء ديما تلقاني نلبس الحوايج نتاع ماما ونلبس حاجات ونختار دي بارتي من أفلام ونعاودهم قدام المراية ونعمل لك les émotions المختلفين واللي صغيره تقعد بدا نبكي وبعد نضحك، فهمت معناتها جو لو شيء موجود فيك من الاول. ونتبع السينما بطريقه خاصه ونشوف ممثلين كيفاش يمثلوا، معناتها مغرومه ما تحلتش الشهيه، هي موجوده الشهيه بركه. بربشوك فما شكون بربشوك حاجات مزيانه معناتها على خاطر ديما سي كريتيك. اميمه بالنسبه واحده عامله كارير شانتوز وباش ستستمر معناتها في كارير شانتوز، دونك هذيك هي الحاجه. في اخر باساج ليك مع مهدي رتويم اللي نحييه برشا مهدوش فكرة المبدع، نسلم عليه ما شاء الله عليه قاعد كل مرة يبدع وما سي با ايفيدون اللي عمل فيه مهدي، راه بالحق موهبة كبيرة برشا برشا ويستحقنا نحيوه عليها. عملت يعني اللي عملته مع مهدي خلى برشا ناس يقولوا اسمى تقول شيريهان شيريهان تونس، ما تخممش هكا به، ما تقولش مصاب يا ربي عيطولي نعمل فوازير هاك فنانه وتغني وتشتح وتعمل فيهم الكل. انا قتلوني بالضحك العبيد محليهم يكليوهم في الباج نتاع الحوار، كقوش عليهم باش يسايبوا الفكرة سامي ويعملوا لي ليانا تعملوا لها فوازير تهاك شيرين يعركوا فيهم. دونك سام في بليزير، معناتها سام فوزي بليزير على الاخر. هو محليه اللي قاديناه مهدي ابدع فيه، شيخ روحه هزني من راي الرايدة الراب الكل شيء غنيته حسيله وغالية زدت هكا فوحت في الأخر ربي فضل هيك دونك عايشك دونك اي علاش ليه معناتها. أما يلزم اليوم الفوازير تكون صيغتها مختلفة تماما، معناتها يلزمها تبدلت ما عادش كيما قبل فوازير نتاع تو نتاع 2020 2021 برشا موزيكا فيها برشا فلوس برشا فلوس زاد اي سي با ايفيدون، مش من لي بروجي اللي بوتيتخ نحلم بهم. اما جو سي رياليست شويه، معناتها ما نجمش نعملهم انا وحدي، يلزمهم كتابه كبيره ورشه كبيره وبرشا برودكسيون كبيره. فوالا هما كانوا قبل كي نسالوا نقولوا شكون تراه فنانين مثلا، شكون تراه يعمل فوازير طول منال عماره ما نعرفش زازا مثلا ما يقولوش اسماء بن احمد. توا ظهري تبدلت الحكايه كيف نسال ونقول شكون تراه يعرف وزير اليوم اسماء بن احمد باش تكون من المترشحات. هما دي ستيل راهو ينجم كل واحد في اللي قلتهم انت يعمل فوازير ما ستيل مختلف على الاخر، كل فنان فين باش يهزها الكتابه معناها فين باش يهزها، فهمت كل حد باش يركز على حاجه سيغمون. بنتك غاليه ربي يفضلها لك ويحميها لك. أميمة ماكش كونتر انها تدخل ميدان الفن؟ لا جمله، رغم اللي ميدان الفن في تونس كارثي نقولها معناتها وباش نقولها وللاسف، اما رغم هذاك مانيش كونتر مادام هي ريت مادام انا كنت مغرومه ولقيت شكون يشجعني، مادام ما نجمش نعمل حاجه عكس مع بنتي تو سامبلومون. معناتها كان هي مغرومه وهي لحد الان مغرومه اللي دوي وعندها موهبه وكان الموهبه هذيا باش تكبر وتستمر وتطلع بالحق معناتها تغني مليح وكل، ما نجمش انا بالعكس وقتها ندمرها. اما في اوفون انت ماذا بك لي؟ نخاف من اللي انا نعيش فيه توا، معناتها خاطر سي تري دور انك تكون فنان ارتيست في تونس وفي العالم العربي نتصور من تحديدا في تونس. اما نعرف الخطوره نتاع العكس اقوى، معناتها سي انك تحرم زاد فنان من انه يكون فنان اصعب عليه نفسيا. تنجم تتمرد وتخرج وتعمل الفن وتقول لا انا نحب نعمل الفن. اكزاكتومون لا وصعيبه نفسيا، شبيك تخنقوا رانا نعيشوا معناتها الفنان يعيش بالفن نتاعو في داخله في احاسيسه ويتغذى به، ما ينجمش رغم الصعوبه بيت الكل ما ينجمش. وكان متوقع انه غاليه يكون فيها عندها الموهبه نتاع الفن، والدها فنان والدتها فنانه زاد كيف كيف مماتها باش حماتها فنانه مماتها من بكوش سيده من بكوش نحيوها برشا فنانه كيف كيف، دونك شيء خلينا نقولوا مخلوق فيها من اللي في هي صغيره اكزاكتومون في الجينات. قاعدة تحاول تصنع منها مشروع نجمة خاطر ظهورها كل مرة في التلفزة معاك قاعدة معناها ماكش كونتر فم برشا فنانات ولا مشاهير يقول لك لين أولادي ما نحبش نظهرهم في التلفز وفي الإعلام، نحب نخبيهم وقت اللي يكبر هو يختار يظهر ولا ما يظهرش.
تصدق بالله انا ما خممتش فيها لا اله الا الله ما خممتش فيها جيت صدفه لو باساج نتاع دي تيب وقتها ماي هارت ويل جو اون جيت صدفه نتاع لو تيم نتاع ماري في فهمت وما وفي بالي باش كل بنوته حاضره باش تعمل حاجه من اللي هي الوحده عازفه بيانو وحده واحد يكاور وقتها ولاد مريم محيرسي نحييها برشا دونك فوالا وغالولا غنيت يخي كسرت بربت. الدنيا كها وحصلت حصلت هي وحصلت انا وهي وليت تتبع في الليفيو نتاع الفيديو نتاعها واكتشفنا وقتها معناتها ما عمري ما حسبت قبل اني باش نظهرها ولا لا جمله با دو تو اما كي لقيتها كيكا فلويد الحكايه وسبونتاني والناس حبتها بنتي مره مشينا وقتها بعد الباساج هذيك لفرنسا بالزهر عندي خدمه هزيتها لديزني العبيد في اللي وقفوا فيها به في هي مش في انا بعد لما قالت لي حتى انت ما حليك راه ربي يفضلها لك اسوما ان شاء الله تراها ناجحه وتعمل اللي تحب عليه امين قلت في تصريح ليك انا مراه متزوجه حاجه يمكن ما تخليكش تقدم ياسر في ميدان الفن عطل الزواج بالحق اسماء بن احمد اليوم يمكن كنت تنجم توصل لبعيد اما الزواج خليك يمكن محصوره في تونس كنت تنجم تولي نجمه عربيه في العالم العربي ليه هو انا ما قعدتش في تونس خاطرني عرست معناتها قعدت في تونس قبل برشا معناتها قعدت في تونس ملي كمال سوبر ستار اخترت اني خاطر جيتي صغيره برشا وما نفهمش وقتها معناها بالحق كنت كالبنوته الياسر عاقله وامبوسيبل نقعد برا واحد ياكلوني معناها دونك رجعت وقريت وقتها بروميير اني انستيتيو وقلت نعمل او موان ان نيفو وكل وكهو بعد حصلت في أنا حبيت وعرست وكها حصلة باهية أما إيجا نقول لك راهو العرس يمكن من غير ما تشعر هو مسؤولية زايدة دوكو مش يوخرك أما بتيتر سي أن بوا معناها أما 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 راهو ما نتصورش من غير عرس ولا بالعرس باش تكون فارق كبير خاطر الفنان هو وحده معناتها يخلق النجاح ولا ثنيته مهما كان سورتو احنا الزوز رانا ندزوا في بعضنا معناتها انا راجلي ماهوش يخدم في ميدان اخر هو موسيقي وخدمتنا تصب في بعضها وهو بالعكس il me pousse معناتها يبوستي فيا دونك ليه الحمد لله معناها مهم انك تتزوج من الفن تصور كنت تزوجت مش من ميدان الفن فما عبيد عندهم رؤية أخرى جملة راه وبتتخ نتفهمها أنا بالنسبة لي أنا بسيكولوجيكمون جو مو فوا با مع عبد آخر مش من الفن فما عبيد أخرين يقول لك بالعكس أنا ما نشوفش روحي مع عبد من الفن نبداو الزوز ضايعين ومخلبوزين ونرقدوا في الليل كل حد كيفاش يرى معناها أنا نرى هكا الحقيقة إن شاء الله ربي يهنيك السومة وإن شاء الله ربي يدوم عشرتكم الى لا نهايه خلينا نقولوا ندوم عشره وكل زوز حبوا بعضهم بصدق في إن شاء الله. الايام الصعبه اليوم تو كي نقول لك انا اسماء من افضل الاصوات من افضل الفنانات حضورا اسماء كي تسمعها في التربي تطرب كي تسمعها في الرومانسي تحس هكا بالليزيموسيون اللي بداو خارجين من القلب اسماء مزيانه ما شاء الله عليك معناها ليه خليني نقول انا الحقيقه اسمع مزيان لكن هكا لكن اسمع مش ماخذه يمكن الحظ اللي تستحقه ماهيش ماخذه حظها ولا القيمه الحقيقيه ليها تغيظك بينك وبين روحك تقول انا عندي المقومات اللي تخليني فنانه ناجحه في تونس لكن ماهيش ماشيه معايا كما يلزم هل تقصير منك والا الذوق العام تبدل شويه في تونس والله ما انا نفرح راه كي نسمع باقي هكا معناتها الكونكلوزيون هذايا خاطر نقول مادام انت شفت هكا وانت كمان معناتها عندك رؤيه تهمني معناتها في الموقع نتاعك معناها انت تشوف فيا بعين كبيره وترى اللي انا فيه توا باقي مش مززيك هذايا يزيد يحفزني اكثر انا نشوف اللي حسب اللي انا نعمل فيه المردود اللي جاي مني انا الحمد لله معناتها البلاصه اللي فكيتها توا باهيه برشا تتسمى بالنسبه للي نعيشوا فيه توا بالنسبه لضعف الانتاج بالنسبه للخط اللي ماشيه فيه انا والسماع كما قلت انت توا اللي ماشي الموجه الجماهيريه وين ماشيه نتسمى طياره على الاخر معناها قاعده نحارب بالكدي ومازالت انا ديما نقول الحرب نتاعي اصعب من برشا عباد اخرين معناتها جو لو دي بكل صراحه خاطر كهو اليوم باش تقول كلمه مزيانه وباش تقول لحن مزيان باش تغني بطريقه مزيانه راهي ثنيه ولات اصعب عكس قبل
فهمت ديما نقولها. أما مثالش أنا محليها الحرب ذي يعني قاعدة نخوض فيها ومزلت الأسلحة متاعي اللي جاية توا أقوى برشا من اللي تعبت أقوى برشا كيفيه باش تبع الموجة أسمع تنجم تغني أغنية خفيفة فيها يا اخي حما شنو اي ما نعرفش انا توا يمكن نتاعك انتاج خاص تولي كي تعيط الشعر ولا الملحن تقول له اعطيني حاجه تمشي توا معناها نتاع توا خفيفه كلمات خفيف ينجموا يتغنوا في التيك توك توا ولا الفنان يقول لك انا الاغنيه اللي نحب عليها نغنيها مثلا تتغدى في التيك توك وتضرب في التيك توك كيما على راسي ريشه نتاع ايمن الشريف. ليه ما عنديش مقاييس هكاك الحقيقه ما نجمش نبني كاريري على تيك توك معناتها سويون كليغ. اما نجم راو بكل أغاني بأي ستيل متاع أغاني نجموا يحبوهم في تيك توك. منعرفش الماس قديه أقل أكثر مهمنيش لأن بالحق مهمنيش لنومبر متاع تيك توك يعني. أما أما الخفيفة ما عنديش مشكل مع أغنية خفيفة بالعكس تي أنا نشتي ساعات نقول توا يزيني نحب تعمل حاجة أنا بدي نعم بيجا أنا وقتي حما كيكا راهو ستي قلت لهم نحب أنا نحب أنا بربوخ نحب ندخل استوديو نعمل هكا الترشيقة وهبلة ونخرج سيتي معناها راني معناتها بنية محليني ونحب الجو وكل شيء دونك ليه راهي ساعات في جملة تجم تعمل جملة تقتل ويسر فيها المقاييس الكل اما يلزمها خدمه وغشخش اكثر وكها. اما ليه جاي ان شاء الله ديجا الحاجه اللي باش تجي توا بروشينمون حاجه خفيفه ومزيانه ومتعصيف ان شاء الله نستناوك. السومه باش نحكيو على تيك توك اسمع راهو اللي ما يعرفش راهي مغرومه برشا بالتيك توك الناس تبع فيها في الانستغرام السومه عزيزتي التيك توك شنو هو هذاك تخرج يمكن كي قبيله نحكيو على التمثيل تحبك تمارس الموهبه في التيك توك تدخل ممثله اللي فيا اي من غير ما نشر نعم بهم جو ندلم فيهم تختار فيهم كوميديين بالكعبه اي ونشيخ راه نوسع بالي راه ونبدا نقسم فيها ونحفظ فيهم لازم تشوف نعمل جو على الاخر فرحانين بيك لي فان ماهمش خاطر ماك تعرف فما شكون عمل لها تيك توك جات عليه هجمه كبيره كيفاش تعمل تيك توك ومش نتاعك وما ندرا شنيا وما ندرا شنيا معناها ليه بتدخل انا مانيش زاده مكثره راهو انا ننفح بيه هكا كل نهارين وبعد ننساه معناتها مانيش مركزه مع جمله راهو تيك توك نفحه اما ليه ما جاونيش الحقيقه وحتى كان جاوني ما كل حد حر ما يهمنيش ما عنديش مشكله نتاع واحد يقول لي شبيك عملت تيك توك ولا اين غنيو بدلوا الجو باش نعطيك انا اسماء نتاع فنانين ونشوفك حافظه غنيتهم ولا لا باهي نبداو بزازه حافظت لها اي نتصور اي ممكن الكلام معناها ما النجم بتدخ نزن مع الغنية عنا زازة عطينا اختار اي غنية لزازة خلاها حيوة برشا زازة عطينا نبدأ به شوف لنا كي نقول لك انا مثلا هاي شنية دي صعبوش بدلها حافظتها لا شنو حافظة لزازة ما عندك حتى غنية حافظت لها ليه شنو فما غنيتها لي ليه نعرف هذا من خوذو بدلها الساعة بساعة أخرى الزينة من خذوهات كهو كهو زازا حيوة برشا زازا محليها بيان سور زازا حبها برشا بول دينيرجي زازا قلبها محليه وكلها محليها وان شاء الله ربي يخلي لها كل خنفوس اول مره شفته دي ربي يفضله لها دونك ربي يفضله لها وربي ينجحها حافظه الجنجون شوية حيالة نحبها حط لنا جنجون ايه من ترى انت حيالة علاش ما حسبتيناش سوال شوف المنجالة تقول وقتي عدى ومشى على قد ما ظلمت على قد ما هانت على قد ما خانت الدنيا انا قلبي صفى ويا يا يا احلاها الاغنية تحية الجنجون تخمم تعمل انا من الحاجات القليل معناتها اللي يمسوني معناتها اون جينيرال في الراب اما كي سمعت الرفران هذا بالحق سما بوكو توشي تحية كبيرة لي حتى هو من بعد تبعتك فيش يحكي وكل ما احلاه إلي ديفيرون إلي سبيسيال الحقيقة تحية لي جنجون الاغنية ياسر مزيانة اسمع تغني غربي تنجم تعمل موزيكا هكا غربيه نهار من نهارات اي انا يا ولدي نجم نفاجئك نعمل كل شيء تغني انا غربي؟ ساعه مع غاليه توا قريب تتبدل لي الوجهه تلمو هي الشانت اوكسيدونتال وليت انا بيدي معناتها نغني معاها ونحفظ معاها وكل غني لي اوكسيدونتال لا والله ما نحفظش حاجه كامله توا اللي بالكلام يزني دي باغول قدامي اما فما حاجه سجنيها سجلتها مش سجنيها ما نعرفش كي نقول ولا سجلناها هذا اللي فما اغنيه مع غاليه
لا لا هي فما ان شاء الله مازال اما فما حاجه اوكسيدونتال معناتها اون فرونسي سجلتها وان شاء الله باش نهبطها بيانتو كوفر معناتها اون ريبريز والغنيه انا من اللي صغيره نحبها اللي هي دونك ميسترال غانيون لو برش شنية عندك مع حكاية ما نعرفش كل ما نسمعها حتى كي سجلتها بكيت معناتها سي اون شانسون ماجيك بالنسبه لي انا ما نعرفش نوت عديلي ما دونك ساعات الغنيات هذوما تقول انت يلزم مادام هي تعمل فيا هكا يلزمني في كاريري نتعدى عليها نسجلها يلزمني نسجلها ما فهم فيش قبيله نسمع الجنجون ما نعرفش هكا تخمم كيما برشا فنانين يقول لك لازم نعمل فيت مع رابور على خاطر اليوم رابور لي رابور عندهم قاعده جماهيريه كبيره تخمم فيها الحقيقة أنا تنرفزني برشا المونتاليتي هذية ولو تنجم تكون باهية معناتها في الأرقام أما تحز في نفسي صراحة معناها علاش أنا اليوم نخمم كفنانة كمان معناتها يلزمنا احنا زادا نقولوا برواحنا زادا صحيح هما محليهم وعملوا كوميتي وعرفوا كيفاش أما احنا زادا محلينا وعنا بلاصتنا وحد ما سانفو بخبليم راه اللي قاعدين عاملينه معناه لا الرابور ينجم يفك بلاصة المغني طربي ولا الوتري ولا أي تصنيف من التصنيفات ولا العكس كل حد فينا عنده بلاصته مزيانه وجمهور ومحلي في المهرجان ولا في حفله ولا في هو في اللي هو دونك انا ماذا بيا كي نمشي لرابور ولا رابور يجيني يكون لو بوت ارتستيك بيرمون ارتستيك بالحق راه والله مش مصلحه والله مش كلام نتاع معناتها نتاع اعلام ورسختي معناتها خاطر بالحق ينجم يتولد برودوي وقتها البرودوي هذاك بالصدق هذاك وبالغوشيخش ينجم يكسر الدنيا اما كان انا باش نحسبها ونمشي درا شنو على خاطر هو عنده درا قدش من في وكل انا مش يصير نحب الحكايه هذيا باهي كي تنحي البيوت نتاعك يكون فني بحت هي علاش تكون هكا ترى فيه روحك معاه برشا مثلا هاني قلت لك توا احنا بالزهر حكينا على حياه لو جنجون ك ك ك معناتها فنان محليه عنده أفكار محليهم والغنية محليها نجمون بنيو حاجة وبرشا أخرين ما عنديش مشكل مع أسامي عندي مشكل مع المشروع كيفاش بشي تبني وشنية الفكرة الجديدة اللي باش نعملوها خاطر هما غنيو في برشا مواضيع متكرة معناتها يلزم الحاجة تكون أوريجينال أوريجينال حاجة جديدة تقرب المندوية والمندو باش جماهيرنا للزوزي شيخو نمشيو كويز ستار تايم أمنا توت سويت سامحوني مع أسماء بن أحمد إجابات سريعة خفيفة في صح في صح أوكي كويز ستار تايم كويز ستار تايم كويز اسمه علاش ما شاركتش في حملة سايب الليل شاركت بطريقتي كل حد يشارك بطريقته أنا مثلا جيتي معناتها ولتوا أنا اليوم شنو معناتها مازلنا مقهورين رانا الكل بالحق سايب العباد تغني وسايب العباد تعزف وسايب العباد تقطيت وتاكل خبز معناتها حتى العشرة متاع الليل شنو معناتها العشرة متاع الليل معناتها شنو تبدل معناتها الكوفيد باش يتنحى وقتها كيفاه معناتها وقتها احنا مثلا كي جاني لابيل كلمني نور شيبه وتحيه ليه والاعضاء النقابه الكلهم وقال لي رانا يلزمنا نتلموا يلزمنا نعملوا حاجه معناها هذيك تسمى راهي معناتها بادره مش سهله تلمينا اسامي من اكبر اسم لاصغر اسم باش نتحركوا من وجيعة كل حد يعبر بطريقته وما يقولوا اسماء كان نجم تفرج من بعيد ما كانتش كل واحد كيفاش يراها كل واحد كيفاش يراها نهار اخر نجم نحس نعملوا هبه معناها الكل مثلا توا نجم تكون نهبطوا الكلنا علاش ليه معناها علاش ما تعاودتش تجربه التقديم التلفزي ما جاتش فرصه هي وقتها سيتي باغازار ياسين نجيب بن عياد رافي التحيه كبيره لي مع الصغيرات صغيرات وكل كمان بطبيعتي معناتها الفورماسيون تاعي في الشان ونقري شان وكل او ميم طون هكا معناتها راني زاد نجم نكون في التنشيط اي سايتي محليها سيتي اون تري بيل اكسبيريونس حتى مع الجمهور الاطفال ماذا بيك تتعاود وي بوركوا با معناتها اما كونسيبت اخر معناتها سينو بالنسبه مش للاطفال عندي افكار اخرين وحدي موزيكا بيرمون موزيكا ستيل كيف منيرة حمدي يرحمها كانت عملت برنامج فني لما مع فنانين شيرين لجمي اليوم شمس الدين باشا تحيه كبيره لهم الكل محليك مع شمس الدين لما مزيان ترى روحك في نوعية برامج كيما هكا مع شمس كيما شمس بلوتو عندي دي كونسيبت اخرين مش هكاك اصغر شويه معناها سي با لا فاريتي المنوعه ما مش ما نراش روحي كيكا خاطر هذيك انا معناتها متطلبه برشا يلزم برشا فلوس برشا فلوس هنا كبيره اسمع يلزم اقل حاجه كيما شيرين ستوديو معناتها ما عملت مثلا اي تتكلف برشا يقتل دونك حتى سولا محليها ليكسبيريونس تاع
باستا أسالة ياسر محليها. فما بوكو دو كونسيبت محليهم اللي خاطر إيجا نقول لك ما توش يلزمها تكون ماشية أكثر في الغناء والموسيقى بيسكو أنا نغني أون بلوس ميوزيسيان ومعناتها مختصة دونك يلزمني كي نعمل حاجة يلزمها تكون هكا كلها فن فيها روح الفن مطروزة معناتها من أولها كتيبة فيها الكلها أرتيستيك. نجمو نشوفوك كرونيكوز؟ لا ما نتصور. ما تحبش هكا ما تستهويكش؟ لا تعطي رايك في ما من نجم نقدش روحي سي با مون تروك معناها ولا تخاف راي من الاراء نتاعك يمكن يغشش ناس. ليه مش نخاف اما هاني قلت لك انا بيجي نجم ما نكونش مقنعه ما انا اصلا في حتى في الحوارات وكل ماذا بيا نبدا في الغناء اكثر مانيش ياسر كلام مسالمه اسمه من لي بروفيل نتاعنا يمكن مسالمه لا تغشش حد لا هات شيء خفيفه ماذا بيا انا فنانه يا خويا نغني ذيك مهمتي نشوف الكلام باش نحكي على خدمتي اما ما نحبش وانا نحكي على خدمتي نوجع حتى حد بالحق ما نحبش نروح للدار نحس روحي كالعبد ذيك مهما كان ما يعجبنيش راه هذايا راه قرار خذيته بعد بالحق بعد اكسبيريونس خاطر قبل كنت ساعات نقول اما بعد نقول انا علاش نوجع في اخي ذيك مش انسان معناتها على باز نحي اللي هو ما يعجبنيش ولا ذوقيا اما هو انسان ينجم رايي هذيك يوجعوا انا ذيك قررت باش معاش نعملها ديفينيتيفمون. اسما بن احمد فنانه تستحق كل التقدير والاحترام محليك اسما محلي القاعده معاك ميرسي بوكو والله محليك انت بالحق سيتي غبي يعيشك ميرسي بوكو يعيشك يا اسما باش نسمعوا الكفر الجديد احكي لنا عليه اي هذا اكسكلوزيف عندكم ميرسي اسما جينيروز في الاول راديو حياتي اجمل ما فيها اني بعيش هي اغنيه نحبها برشا تاع اصالة نصري اصالة نصري مش ياسر معناتها مستهلكه اما موضوعها وموزيكتها محليها خدمناها بموزيكا زدة محليها بكل تواضع ذرار ورياض بشي هبلوني رياض البدوي ذرار الكافي فوالا ميكس اللي باش تسمعوه شهاب الباكوش وان شاء الله تعجبكم تحية لي شهاب الباكوش تحية لكل الناس اللي خدموا في العمل هذا ميرسي يا أسماء ميرسي اللي نورتنا شكرا لك شكرا نشوفك ديما ناجحة وما تغيبش يا أسماء ديما اخدم ديما اخدم ما تخلقش مني ودنا لا ما نخلقش منك انا نحبك وتعرفني نحبك وما نخلقش منك مستحيل نسمعوا حياتي بصوت أسماء بن أحمد وبعدها بعد الموسيقى جي بحتينا أمين ليمام